هلا، شلونكم؟ اليوم سويت متبل باذنجان، بالباذنجان المشوي. ليش ما سوينا بالمقلي؟ اليوم مشوي، طعمه كلش كلش طيب. الباذنجان شويته بالفرن، اذا تشوه على الفحم راح ينطي نتيجه هوايه اطيب. هرسته مثل ما تشوفون، وبعدين حمست شويه بصل وثوم سن واحد، وزيت الزيتون حمستهم زين، ونزلت عامل الباذنجان وحمستهم سوا بدون اي اضافات يعني واي بهارات، تركته على صفحه. عندي هنا خبز التورتيلا، قطعته مثل ما تشوفون وبديت اسوي اقماع حتى يلزق عندنا. خليت شويه طحين ومي، بس يعني كميه الطحين اكثر حتى يصير قوامه ثقيل ويلزق، وقليته. بصراحه جربت اشويه، طلع يعني ما حلو، لا شكل ولا يعني ما حلو، بالقلي هواي احلى. سويت الصوص اللي هو اللبن وراشي وليمون وكمون وفلفل اسود وملح، ونزلت عليه جوز ورمان، ونزلت عليه الباذنجان. طبعا نسيت اخلي دبس رمان راح ينطي طعم طيب، وخلطتهم سوا وبديت اسوي الاقماع اللي عندنا، وزينته بشويه رمان وكرفس. جربوه كلش كلش طيب يعني، وفيتكم بالعزومات، والف عافيه.